السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. بنغيب غيبتنا ونرجع باستخاراتنا الجميله اللي بتكون قويه جدا. النهارده معانا استخاره بالقران الكريم، معانا مجموعتين، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. باول حرف من اسمك وباللون اللي انت تختاره. اصحاب المجموعه رقم واحد اللون الابيض، اصحاب المجموعه رقم اتنين اللون الازرق، شمعه بيضة وشمعه زرقاء، وبالحروف بتاعتكم. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. المجموعه رقم واحد هقولها لكم دلوقتي. طب الفيديو اللي ودعموا الفيديو بتاعكم باللايك الحلو وبالتعليق. نشوف الاول مجموعه معانا، هي اول مجموعه ايه؟ حرف الالف، الباء، التاء، الساء، الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الزال، الراء، الزين، السين، الشين، الصاد، الضاد. دي اول مجموعه معانا. طيب المجموعه الثانيه اهي، دي المجموعه الثانيه، هنركنها على جنب دلوقتي ونركن الشمعه بتاعتها الزرقاء. ده المصحف بتاع المجموعه رقم 2. طيب مجموعه رقم 1 اهي بالشمعه البيضاء، براحتكم شوفوا انتوا حابين تختاروا الشمعه، حابين تختاروا اول حرف من اسمكم، دي حاجه بتاعتكم انتوا. ونقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نقرا الفاتحه قبل اي حاجه ونشوف الصوره اللي هتطلع لنا الفتره دي. بسم الله بسم الله. مجموعه رقم واحد طلعت لكم صوره يوسف، صوره يوسف. هنقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عايزاكم تركزوا معايا الفتره دي بقدر المستطاع. اول حاجه انتوا عندكم طاقه، طاقه جديده، عندكم شفاء من مرض، عندكم خروج من محنة. انتوا معروفين دايما بالايد الامينة، معروفين دايما بالاخلاص، بالحب، بالحنان، معروفين دايما بكل ما هو جميل في حياتكم. بس عندكم حد زعلان، عندكم حد مضغوط الفترة دي، عندكم حد بيعاني اشد المعاناة، دموعكم نازلة على طول، زعلانين على حادث، زعلانين على عربية، او انتوا نفسكم تجيبوا عربية، الله الله اعلم. اقرب ما ليكم وجعكم، اقرب ما ليكم واكل حقكم. انتوا حيرانين جدا الفتره دي في اكتر من حاجه، الكوكب بتاعكم مش مكتمل. عملتوا حاجات حلوه كتير جدا مع ناس ما تستاهلش، ما تمرش فيهم خالص. عندك او عندكم بينكم وبين اخوات مشاكل، في اخوات واكلين حقكم. انتوا الفتره دي متسرعين، بتاخدوا قرارات وانتوا مش حاسين، بس انتوا الضغوط اللي انتوا فيها مش مخلياكم مش حاسين باللي انتوا فيه. عايزاكم الفتره دي تكون هي فترتكم. انتوا عندكم نعمه هتكون حلوه جدا، في اكتر من باب مفتوح قدامكم، بس بلاش العصبيه اللي عندكم، بلاش ان انتوا تفضلوا تقتلوا في نفسكم وانتوا عايشين. مين الشخص المتحكم فيكم بقدر المستطاع، بيسيطر على كل افعالكم، ودي حاجه مش عاجباكم عايزاكم تغيروها بقدر المستطاع. انتوا عندكم اكتر من عقبه موجوده قدامكم، عندكم اكتر من حاجه تعباكم، بس انتوا شايلين هم الدنيا على كتفكم. كمان الفتره اللي جايه هيكون في رجوع غايب، او عندكم حد هيرجع لكم، حد هيكلمكم، حد هيفتح معاكم مواضيع، الله اعلم. كمان في كذبه، في حد كذب كذبه عليكم، او في حد عندكم وقعكم في طريق خطا، او ظلمكم في حاجه معينه، او اتهمكم في حاجه معينه، الله اعلم. طيب انتوا عندكم اكتر من حاجه الفتره اللي جايه دي هتكون فيها حسن حظ. انتوا عايزين تغيروا اكتر من حاجة الفترة دي، عايزين تعملوا اكتر من حاجة، عايزين تنجحوا، عايزين تطلعوا. بلاش التهور اللي عندكم، علشان انتوا حاسين ان انتوا مش مرتاحين، في باب مقفول في وشكم، والباب المقفول في وشكم ده مزعلكم قوي ومحيركم. كمان هنا الفترة دي هتكون انتوا ممكن تثبتوا وجودكم في اكتر من حاجة، ممكن تبقى هتطلعوا السلم زي ما انتوا طالعين. انتوا عندكم اخدان حق من شخص ظالمكم، من حد واكل حقكم، شخص عامل حبيب، عامل صديق، وهو انسان مش كويس، الانسان ده خبيث. انتوا هتحطوا له النقط على الحروف وهتطردوه بره حياتكم، عشان هتحسوا ان هو ظالمكم، او هتحسوا قد ايه ان الشخص ده فعلا مش كويس زي ما انتوا واخدين عنه الفكره. انتوا مش مرتاحين في نومكم الفتره دي، حصلت عندكم اكتر من حاجه، عندكم مرات اخ او مرات
حد عندكم مش كويسه بتاذي فيكم، انتوا عندكم شويه اعراض بتظهر على جسمكم، بتظهر على حياتكم، وبتسالوا نفسكم اسئله كتير جدا. في حد واقف لكم على كل حاجه، في حد عايز يتحكم فيكم في كل حاجه، الله اعلم. فلازم الفتره دي تخلوا بالكم، انتوا حاسين ان انتوا مش قادرين تعبروا عن اللي جواكم، مش قادرين تعبروا عن اللي بيحصل معاكم، وده ليه؟ بسبب ان انتوا مش عارفين تاخدوا القرار الفتره دي. عندكم حسد، بس الفترة اللي جاية هيكون في رسالة قوية جدا، في أمور حلوة، في طاقة معينة هتبقى جميلة على حياتكم. انتوا ناويين على أكتر من حاجة، والحاجة اللي ناويين عليها هتكون طريق لبداية جديدة أو طريق للتغطية من الأمور اللي انتوا فيها حاليا. عندكم طريق مفتوح، والطريق المفتوح ده هيكون حسن حظ من عند ربنا. أي نعم ظهر لكم شوية عراقيل أو ظهر لكم شوية تعب، بس انتوا محتارين في ان انتوا تاخدوا القرار، محتارين تتعاملوا ازاي مع نفسكم، محتارين ازاي تتخطوا كل المشاكل اللي عندكم. خلوا بالكم ان انتوا دايما مميزين في كشف كل حاجة حواليكم، فلازم بقدر المستطاع تخلوا بالكم من اي حاجة في حياتكم. انتوا ماسكين دماغكم، البعض منكم عنده خبر حمل، البعض منكم عنده طريق جديد هيخطيه، هيتخطى فيه بعض المشاكل اللي عندكم. انتوا زرعتوا كتير من خير، فحان وقت ان ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب. حاسين ان الفترة دي الرزق بتاعكم قليل، حاسين انه مفيش اكتمال لحاجات عندكم، رغم ان الفترة دي هي فترتكم، لازم تثبتوا وجودكم في الحاجات اللي انتوا عايزينها. ليه؟ علشان انتوا طال انتظاركم في اكتر من حاجة. كمان البعض منكم حاسس ان اهله مفيش حب، مفيش تفاهم، مفيش امور بينهم، في تخبية عليكم، او انتم مخبيين حاجة، او الشريك مخبي حاجة، الله اعلم. مين عندكم مسجون؟ مين عندكم في ضيق، في خنقه، تعبان نفسيا، الحل اللي هو فيه مش عاجبه، الله اعلم. فياريت تخلوا بالكم. 7 ايام هيبقى فيه خبر حلو، في طاقه او في امور جديده. بعد 7 ايام هتلاقوا حاجه جديده عندكم هتحصل الفتره دي باذن الله. كمان في زي ما قلت لكم مولود جديد انتوا هتسموه، او هيبقى في امور تانية. انتوا تعبانين من الشخص اللي عمال يتحكم فيكم، تعبانين من الشخص اللي حاسين ان هو جاي عليكم باي طاقة. فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من نفسكم الفترة دي. ليه؟ علشان هي فترتكم ولازم تتخطوا اي مشاكل. كمان في حد هيدعوكم لمناسبة او لفرح او لخطوبة، الله اعلم، بس هيبقى في مناسبة حلوة جدا هيدعوكم عليها وهتكونوا مبسوطين من خلالها. انتم مش مرتاحين الفترة دي بسبب الكلام الكتير اللي عمال يحصل، او بسبب الامور اللي عمالة عندكم تحصل، فلازم تخلوا بالكم بقدر المستطاع. انتوا عندكم 6 خبيثة مش حابالكم ابدا الخير، ولا حابة ان انتوا تكونوا كويسين خالص. الست دي تعباكم في كل حاجة، هي عينيها وحشة، عينيها خبيثة، عينيها اصلا بتجيب الشخص الارض. اليومين دول انت عندك طاقة ايجابية، الطاقة الايجابية دي متعلقة بشخص غايب عنك او شخص بعيد عنك. انت عندك طاقة اشتياق، عندك طاقة حب، عندك طاقة حنان للماضي، لإما الشخص بعيد عنك الله أعلم، بس أنت عندك طاقة إيجابية حلوة جدا. بعد 5 أيام هيبقى عندك خروج من محنة، خروج من كلام سلبي مؤثر عليك في حاجات كتيرة جدا. في نفس الوقت أنت ناوي أو بتفكر في أكتر من طريق، يمكن أنت عندك طريق خير أو طريق إيجابي وشغال عليه، تفكيرك 24 ساعة بتفكر في حاجات كتيرة جدا، بالك مشغول بشخص بعيد عنك، بشخص بينك وما بينه مسافة، بشخص أنت مشتاق له بقالك مدة، الله أعلم. رغم أن عندك عراقيل في الطريق اللي أنت ماشي فيه، بس أنت ماشي ومكمل وبتقول أنا هفضل ماشي ومكمل ومش هيفرق معايا أي حاجة. بس هنا كمان بسم الله ما شاء الله عليك، انت هتكون قادر ان انت تخرج الافعى من حياتك او من العلاقة السامة اللي في حياتك. انت عندك خروج زي ما قلت لك من محنة، او خروج الافعى اللي هي سودة في حياتك، بومة عدالك وما زالت موجودة. البومة دي كل ما بتخرجها زي ما كأنها وراها جيش،
تخرج بومه، تخرج حيه، بترجع لك واحده تانية اشد من اللي فاتت. فانت ما زالت البومه دي موجوده لك وبتراقبك في سكوت، بتراقبك في دره، مش عايزه دايما تبين ان هي بتراقبك، بس هي غيرانه منك وجوه قلبها حقد اتجاهك، لدرجه ان انت هنا عندك كام حلم بتحلمه بيتردد معاك. الاحلام دي فيها كوابيس وفيها ازعاج ليك. انت هنا بص شايل الحمل وشايل المسؤوليه وماشي على كتفك وساكت، ماشي كده وساكت، وبتقول يا رب احميني من عيون الناس الخبيثة. عندك دعاء مستجاب او عندك طلعه حلوه جدا، الاضواء عندك متسلطه عليك، يعني هيكون عندك ازدهار بنفسك وثقه حلوه قوي. البعض منكم هنا شاكك في حاجات كتيره جدا، انتوا مشكلتكم الشك، لما بتشكوا في حاجه دايما بتكون على حق، علشان روحانياتكم دايما عاليه ودايما ثقتكم بنفسكم بتطلعكم من اي شده ومن اي وجع في حياتك. اي نعم انت جواك وجع وجواك كسره قلب وما زال الجرح بتاعك بينزف، بس عندك خروج من المحنه اللي انت فيها. عندك هنا شغل جديد او عندك لقاء في حد من الشغل او حاجه انت بتفكر فيها تحصل الفتره اللي جايه، الله اعلم. طيب في حد عندك هنا، الحد ده كبير في السن، دايما بيجي عليك دايما كده حطك حاجه قدامه، ده اما يأذيك لا اما يتكلم عليك لا اما يديك طاقه سلبيه، بس انت عندك حماس الايام دي وشجاعه وقوه وما بتيأس ابدا مهما يقولوا لك او مهما يحصل، انت ما عندكش يأس خالص الفتره دي. بقالك فتره عندك الم في ظهرك، عندك قولون عصبي بسبب الضغوط اللي انت عمال تضغط على نفسك فيها. عندك حد هنا تعبان، الحد ده ممكن يكون ناوي يعمل عمليه او ناوي يهاجر من المكان اللي هو فيه، الله اعلم. رغم ان الاضواء عندك متسلطه وعندك طاقة إيجابية، بس أنت عندك شوية حاجات بتفكر فيهم تلقائي بتحولك من الطاقة الإيجابية لطاقة سلبية، ومش عاجبك الكلام ولا عاجبك اللي أنت بيحصل معاك ده. أنت هنا واقف وحيران، حيران في قرار عايز تاخده، بس بتقول كل حاجة ليها وقتها، والحيرة دي ضغوط ليك أنت. اطلع من الحيرة واطلع من الأضواء اللي هي متسلطة عليك في الطاقات السلبية، وركز على الأمور اللي أنت محتاجها. كمان البعض منكم شغال على ورق، شغال على حاجة معينة او عمل مكالمة ومستني اللقاء، الله اعلم، مستنيين حاجة معينة الفترة دي. كمان انتوا في عندكم اكتر من شخص او من اكتر حد في حياتكم، خلاص قررتوا ان انتوا ما تتعاملوش مع الشخص ده، قررتوا ان انتوا تبعدوا عنه، قررتوا ان انتوا يعني تتعاملوا معاه بحذر لو حابين تتعاملوا. عندكم قعدة حلوة ولقاء حلو، القعدة دي هتكونوا مستمتعين جدا، هتكونوا مبسوطين جدا، هتعملوا اكتر من حاجه انتوا بتحبوها، وهيبقى عندكم كام يوم الفتره اللي جايه دي هتكونوا مميزين وهتصحوا بالطاقه الايجابيه، علشان انتوا قررتوا ترموا الطاقه السلبيه ورا ظهركم. الحسد واخد جزء كبير جدا في حياتك الفتره دي، انت ما تشكش خالص انه معمول لك سحر ولا معمول لك اي حاجه، انت بس الاضواء عندك متلخبطه بسبب الطاقات التفكير. وانا ديني بقولها لك تاني، انت الفتره دي ما عندكش اي سحر ولا عندك اي حاجه، بس انت عندك وقف حال، وده بسبب العين الشديده اللي عليك. ما تقلقش خالص وما تمشيش ورا الاوهام اللي ببالك. الفتره دي انت هتكون فتره هتسترخي شويه، هتحاول تاخد راحه، هتحاول ان انت تجدد من نفسك، وفي نفس الوقت انا مش عايزاك تحرم نفسك من اي حاجه انت بتحبها. اطلع واعمل اي حاجه تديك طاقه ايجابيه. انت مجرد ما بتخرج من البيت بيكون عندك كده دفعه عن نفسك، وعندك حاجه كاريزما عاليه وامور حلوه بتجددها. بترجع البيت فيه شويه حزن وفيه شويه زعل، الدموع على خدك، وده بسبب كسرة قلبك اللي حصلت من فترة، او بسبب ان انت تاكل حقك. عندك تعويض من عند ربنا، والتعويض ده هيكون حلو قوي ليك، وهيبقى عندك كده امور انت هتجددها بنفسك، وهيبقى فيه كذا حاجة خلاص هتطلع منها. مهما تكون او مهما خلاص انت جبت اخرك من اشخاص في حياتك، الطاقه بتاعتك بتتجدد دايما. الشخص، وزي ما قلت لك، الشخص اللي بيجي عليك ده وعمال يأذي فيك، ان شاء الله باذن الله قريب هيحس قد ايه ان انت شخص ما تتعوضش في حياته. وانت بالفعل لما بتدخل في حياه حد بتكون عباره عن فرصه، لو خسرك يبقى هو ما يستهلكش. انت دايما كرامتك او انتوا دايما كرامتكم رقم واحد في حياتكم، كرامتكم محدش بيجي عليها. في هنا شغل او في حاجه بخصوص المال انت بتفكر فيها، هيبقى عندك طاقه ايجابيه بخصوص المال، علشان في مبلغ من المال جاي لك، او انت مكلم حد على مبلغ من المال، او مستني حد من بره يجيب لك حد بمبلغ من المال، الله اعلم. المبلغ اللي من المال ده انت ممكن تسد بيه ديون عليك، او ممكن تعمل حاجه. اي نعم انت بتفكر ان انت تطلع حاجه لله الفتره دي او تساعد حد مسكين، بس انت اللي
اللي معاك على قدك، ولو معاك فلوسك متبخره طول الوقت مفيش مبلغ قاعد معاك، دايما بالك مشغول بالمستقبل، دايما بالك مشغول باللي هيحصل بعد كده، محدش يعلم الغيب الا الله، انت بس ادي نفسك طاقه ايجابيه وابعد عن الرموز السلبيه او من اي مشاكل عندك في حياتك. في بعض الابراج عندك موجودين وما زالت موجودين بيراقبوك او بيحقدوا عليك. طيب انت الفتره دي ناوي تغير حاجه في بيتك او ناوي تغير حاجه في شكلكم انتوا، البعض منكم عايز يغير شغله، البعض منكم عايز يغير تليفونه، البعض منكم عايز يجدد حاجه في ارض بيته، الله اعلم. انتوا عندكم تجديد حلو جدا وهيديكم طاقه ايجابيه، ما شاء الله عليكم، نجمكم عالي، ومعنى ان النجم بتاعكم عالي معنى انه هيلمع الفتره اللي جايه، وهتكونوا صحاب قرارات او صحاب منصب حلو. الطاقة الإيجابية بسم الله ما شاء الله عليكم مفتوحة، فما تضيعهاش في طاقات سلبية. عندك واحدة ست، الست دي مقربة، لإما مرات أخ لإما مرات خال لإما مرات عم. الست دي بتحب النميمة كتير، بتحب تنم، هي ما وراهاش حاجه غير ان هي تنم على الناس، هو ده من طبعها. فانتوا الفتره اللي جايه مش هتحصل معاها مشكله، بس انتوا هتقعدوا معاها وهتقولوا لها اللي انتوا قلتيه ده غلط، وهيبقى في شد بينكم، مش هت يعني احتمال ان انتوا مش ما تكلموش بعض، بس هتاخدوا منها جنب كده لوحدكم وهتقولوا لها خلاص مجرد ما انت بتتكلمي علينا احنا ما عدناش هنتعامل معاكي تاني، علشان انت انسانه بتحب النميمه على البشر. الكلام ده هيتقال بينكم، وهيتدخل طرف من الحد من الاشخاص، وهيحاول ان هو يلطف الموضوع بقدر المستطاع، بس انتوا هتكونوا خلاص خدتوا قرار. انتوا اللي بيغلط معاكم غلطه الفتره دي بتمحوه، او بتمشوا او بتختفوا او بتبعدوا بمعنى اصح، علشان خاطر انتوا مهووسين باللي انتوا فيه من الزعل من الامور اللي عندكم. عندك كمان ست كبيره، الست الكبيره دي حلوه، شكلها جميل، وشها مقبول، هي كبيره في السن، بس دايما بتدعي لكم بالخير ودايما عايزه راحتكم بقدر المستطاع. الست دي ما شاء الله عليها، انتوا حياتكم متعلقه بيها او بتحبوها قوي، وخايفين في يوم من الايام تخسروها. الاعمار بيد الله طبعا، بس باذن الله ربنا هيديها الصحه وهيشفيها لك لو هي بتعاني من خشونه في المعده او من وجع في رجليها. في كمان الفترة اللي جاية دي انتوا هتكونوا متعلقين بطفل، الطفل ده مش هقول لكم ان هو هيتعب، بس هو محسود، محسود دايما معرض للحسد، فدايما حصنوه او ابعدوه عن العين البشعة اللي من الجيران عندكم او من الناس اللي بتشوف الاطفال دي اللي تخصكم على طول. ولازم تركزوا في ادق التفاصيل عندكم الفترة اللي جاية، ليه؟ علشان تخرجوا من المحن اللي انتوا فيها. عندكم حرف الألف، حرف الإم مازال موجود، حرف الإم بينكم علاقة، بينكم ارتباط، بينكم حاجة معينة بينكم وبين حرف الإم. حرف الإي ده هيبقى فيه شغل وهيبقى فيه اتصالات وهيبقى فيه لقاءات عندكم، انتوا مستنيين الفترة دي بقدر المستطاع، عندكم طاقة انتظار رهيبة أو عندكم طاقة معينة حاطينها في بالكم وشغالين عليها بكل الطرق. مشيتوا في طريق والطريق ده كان ضلمة، وقررتوا إن انتوا تبعدوا عنه، قررتوا إن انتوا تخلصوا من الطريق ده علشان خاطر حاسين ان انتوا مأذيين منه. الدعاء اللي انت عمال تدعي ربنا علشانه بإذن الله هيتحقق في وقت مناسب علشان تحس بقيمته. طيب في موضوع عندكم حصل من فترة واتقفل، هيرجع يتفتح تاني في قعدة، وهتكونوا قاعدين انتوا دمكم حامي، ما بترضوش على الغلط او ما بتحبوش الغلط، ولو حصلت حاجة الفترة دي انتوا هتكونوا قدها وقدود ان انتوا تتكلموا وتعافروا. مين اللي عنده علاقة تانية، او حد عندكم متعدد العلاقات، حد عندكم في علاقة سامة، او حد عندكم عنده اكتر من علاقة، حد انتوا زعلانين قوي ان هو شخصيته كده. دايما اقول ان انتوا كل ما تطلعوا من مشكله بتدخلوا نفسكم في مشكله تانية، رغم ان انتوا طيبين جدا وقلبكم ابيض، وطيبه قلبكم دي هي اللي بتوقعكم في مشاكل، العصبيه بتاعتكم ازاي ده بتخسركم حاجات كتيره جدا، فيا ريت تخلوا بالكم من النقطه دي. حاولوا ان انتوا تستحلوا بالصبر وبالهدوء، انتوا معروفين ان انتوا عصبيين بطريقه رهيبه، وممكن تضيعوا حقكم في قعده او في مكان بسبب العصبيه بتاعتكم، فعلشان تكونوا ماشيين زي ما انتوا متاكدين ان طريقكم خير لازم تبعدوا
عن اي حد ممكن يحقد عليكم او من اي صحوبيه فاشله فيها طاقه سلبيه. عندكم اتنين صحاب، الاتنين صحاب دول هم اصلا ما بيوزعوش غير على الناس الطاقه السلبيه، وانتوا حذرتوهم اكتر من مره من الطريق الخطا اللي هم ماشيين فيه، وانتوا قررتوا ان انتوا خلاص ما تتعاملوش بالطريقه اللي هم بيتعاملوا بيها. انتوا ما بتعرفوش تردوا الاذى بالاذى، بس الفتره اللي جايه دي خلاص ما بقيتوش طايقين اي حد ولا عايزين تتكلموا مع اي حد، وعلشان كده الفتره دي هتكون من اكتر الفترات ليكم هتكونوا ساكتين في صمت وما بتتعاملوش مع حد بشكل لطيف، هتبقوا ساكتين خالص كده، وهتبقوا ايه، هتستحلوا الصمت شويه وهتشوفوا رده فعل الاشخاص اللي قدامكم عباره عن ايه، او هتكون ايه الطاقة بتاعتكم هنا. هيكون فيها حد كده هيدخل جديد، الحد الجديد ده هيبقى يدعمك على جميع الأصعد. انت عندكم العلاقة العاطفية مش هقول لكم فيها نفور، هيبقى عندكم فيها رومانسية وفيها حب للناس المتجوزين او المرتبطين، بس دايما اقول ابعدوا الاطفال او ابعدوا الاولاد عن المشاكل بينك وما بين الشريك او بينك او بينك وما بين الشريكة، يعني دايما ابعدوا، اركنوا الاطفال على جنب، ما تحطوش الاطفال مركز قصادكم ان انتوا تكملوا وان انتوا ما تكملوش والكلام ده خالص. عندكم كمان هنا بالنسبه للعزاب، العزاب انتوا عندكم طاقه ايجابيه بس عندكم الشك رهيب جدا. الشك ده لما بتشكوا في الشريك ما شاء الله بتفضلوا عايشين بس تربطوا الاحداث ببعضها وتطلعوا انه الشريك فعلا على حق. مشكلتكم ان انتوا روحانياتكم عاليه والحاجه اللي بتحسوها بتكون فعلا حقيقه، وعشان كده بتخافوا جدا. عندكم خيال رهيب بيعدي من قدامكم ما بتبقوش فاهمين وانتوا عايزين ايه. انتوا مالكمش غير حد بس، حد بتحبوا ترتاحوا، بتحبوا تتكلموا معاه، بتحسوا ان انتوا مرتاحين جدا بمجرد ما تتكلموا معاه، او بمعنى اصح بيديكم طاقه ايجابيه، بيديكم دفعه لقدام. وعشان كده دايما اي حاجه بتجروا تحكيوا له من غير حتى ما تفكروا او ترددوا، اذا كانت غلط او اذا كانت صح بتحبوا فعلا تتكلموا مع الشخص ده او مع الشخصيه دي. كمان انتوا الفترة اللي جاية دي هتقعدوا مع حد كده، الحد ده فعلا هيكون شبهكم قوي وهتكونوا مبسوطين، او هيكون صديق مقرب ليكم. انتوا ممكن يكون عندكم تحويل في بعض الامور، عندكم تحويل من صداقة الحب او العكس، هيبقى في امور كده هتستجد عندكم. وخلوا بالكم ان انتوا الفترة دي شغالين على سر او على هدف قدامكم. البعض منكم هيخلص ورق شهادة، ورق دراسة، البعض منكم داخل على امتحانات، داخل على ورق هيشتغل فيه، داخل على امور هتجدد منها. انتوا عندكم كذا حاجة، بس دايما اقول ابعدوا عن الوسواس اللي في حياتكم، وبلاش ان انتوا تدوا نفسكم طاقة سلبية. الطاقة السلبية بتخليكم مشتتين افكاركم، بتخلي افكاركم كده مش مترتبة وعندكم ضغوط انتوا مش فاهمين في ايه او ايه اللي بيحصل. في شخص عندكم كنتوا فاكرين ان هو بيحبكم قوي، ودايما كنتوا بتقولوا الشخص ده دايما هيكون غير اي حد في حياتنا، او الشخص ده هيكون هو رقم واحد في الحياة. انتوا اتأذيتوا من الشخص ده بسبب طرف ثالث كان بيتدخل معاكم، او كنتوا انتوا بتحكوله او هو كان بيحكي. فالمهم انه هنا حالتكم يعني اتغيرت 180 درجة. انتوا كنتوا داخلين في العلاقة بحب ولطافة وحاجة جميلة جدا، في الاخر كل الامور دي اتقلبت ضدكم. اتقلبت ضدكم ليه؟ علشان حسيتوا ان انتوا في خانة علامة استفهام، او في دايرة والباب اتقفل عليكم. بتحاولوا تهربوا، بتحاولوا تطلعوا من الواقع بتاعكم، بس القلب بمازال موجوع من الاشخاص اللي اكلوا حقكم. ممكن كمان يكون انتوا الفتره دي رغم ان انتوا هادين وما بقيتوش تتكلموا عن حاجه، بس في مواضيع هتتفتح بتاعه ورث بتاعه اهل، او بينك وما بينك وما بين اهل، بينك وما بين اخوات، الله اعلم. في كلام هيتفتح بينه وما بين العيله، وهتحاولوا ان انتوا تتكلمي عن حقك او انت تتكلم عن حقكم، ومش هتلاقوا عقد نافع، وعشان كده ممكن تبقى في شغل محكمه عندكم علشان تاخدوا حق. انتوا بتقولوا ان يعني انتوا لما هتكونوا في المواجهه دي او في القعده دي هتقولوا انتوا ما بتخافوش، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. بالفعل انتوا الايام دي عمالين تتحاسبوا في الناس اللي اكلت حقكم واللي ظلمكم، والشخص اللي خد مالكم واختفى فجاه من حياتكم، او خد مالكم وحصل بلوك بينكم، او بمعنى اصح كان في بينكم رابط قوي،
وفجأة اختفى او فجأة اختفت، انتوا مازالت موجوعين. ليه؟ علشان بتستسلموا بسرعة للناس اللي في حياتكم، بتدوا الاشخاص اللي في حياتكم اكبر من حجمها، وده اكبر غلط انتوا بتعملوه الفترة دي او بتمروا بيه. لازم ان انتوا ما تدوش حد اكبر من حجمه، وتعاملوا الشخص اللي قدامكم بنفس المعاملة علشان يحس بالتقدير ويحس قد ايه انتوا كنتوا حاجة عبارة عن فرصة مستحيل تتعوض بالنسبة لاي حد تاني. زي ما قلت لكم حالتكم النفسيه باذن الله هتتحسن، ومن هتبقى العكس تماما. يعني لو انتوا حالتكم سيئه دلوقتي، حالتكم الفتره اللي جايه هيبقى فيها تحسن وهيبقى فيها تغيرات ايجابيه. انتوا شغالين وبتدعموا نفسكم بنفسكم، بس بلاش العزله اللي انتوا فيها حاليا، وبلاش الطاقات اللي انتوا شغالين فيها في السلبيات. كمان البعض منكم اغلب الوقت ما بقتش يرد على حد، اغلب الوقت شايف التليفون بيرن ومش عايز يتكلم، ولا عايز حتى يرد ولا حتى يتعامل مع وجه من الاوجه اللي في حياته. ليه؟ علشان بتقولوا ان احنا اتخزلنا واتعنا فما عدناش نافعين. البعض منكم كمان بيسال بيقول يا هل ترى احنا جينا الدنيا ليه علشان نتعذب؟ العكس تماما، انتوا اللي بتعذبوا نفسكم لما بتدخلوا في طاقه سلبيه مع اشخاص خطر. فدايما دايما اقول احسنوا الاختيار في علاقاتكم، احسنوا الاختيار في ارتباطاتكم. عندك هنا ممكن يكون الشريك معاك هو اللي مسبب الرئيسي في الضغوط دي. الشريك ممكن يكون بارد في المعاملة معاك، بارد ان هو يعبر لك. انت ممكن انتوا ما بتحبوش البرود اصلا، ولا بتحبوا الاشخاص اللي هي الاشخاص اللي مش لطيفة، فعشان كده ممكن يكون الشريك هو سبب رئيسي في الضغوط اللي انتوا فيها. ومهما بتتكلموا مهما تقولوا مفيش سمعان كلام خالص، وعشان كده انتوا عندكم وجع في الجسم بيظهر غير طبيعي، شوية وجع شوية اوجاع، صداع مستمر. ودايما اقول ان الحسد الشديد متركن دايما على الفلوس بتاعتكم، مفيش فلوس بتقعد، والحاجة الحلوة اللي بتحصل في حياتكم بتتقلب العكس. وعلشان كده دايما بتقولولي احنا الحاجات الحلوة ما بتحصلناش وبتحصل لنا الطاقات السلبية. طب ليه ما سألتوش نفسكم؟ علشان خاطر انتوا متألقين، انتوا دايما جمال جدا في عيون اللي حواليكم، والناس اللي بتاخد عنكم فكرة ان انتوا شيك، ان انتوا حلوين، ان انتوا مش عارفة ايه. ويا رب تكون قراءتنا خفيفة وجميلة، ويا رب تكون نالت اعجابكم. دلوقتي بقى هنقفلنا خلاص كده، خلصنا القراءة الاولى اللي كانت اصحاب المجموعة رقم واحد واصحاب الشمع البيضاء. طيب هنركن المجموعة رقم واحد على جنب ونجيب المجموعة رقم اتنين ونقول بسم الله. طيب المجموعة رقم اتنين حروفكم اهي، حرف الطاء والظاء والعين والغين والفاء والكاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. اه اصحاب المجموعة رقم اتنين، ونقول بسم الله. طيب والشمعة الزرقاء. دلوقتي بقى هنفتح المصحف ونشوف استخارتكم ايه. بسم الله. الصورة اللي هتطلع دي هي اللي هتقروها الفترة دي، وياريت عايز اعرف بقى المجموعة رقم واحد ولا المجموعة رقم اتنين الاقوى. بسم الله. صورة النحل. طلعت لكم صورة النحل. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سورة النحل بتدل ان انتوا شايلين حمل كبير، شايلين مسؤولية كبيرة، بتدل ان انتوا خلاص عايزين تشتكوا لحد من كتر اللي انتوا مستحملينه. انتوا حاسين ان انتوا في كتلة من الجبل عليكم، انتوا مظلومين، عايزين توضحوا الامور، الامور عندكم فيها استعجال، في حد مستقوي عليكم مخليكم مش اخدين راحتكم في اي حاجة. العلاقات مع الشريك غامضة، العلاقات مع الشريك مش واخدين فيها راحتكم، فياريت تخلوا بالكم الفترة دي على قد ما تقدروا، لان انتوا اللي فيكم مكفيكم. كمان انتوا هنا عندكم تفكير كتير، 24 ساعة بتفكروا، 24 ساعة عمالين تفعلوا. كمان مين الشخص اللي عندكم الكذاب اللي دايما بيكذب، اللي دايما وانتوا عارفين ان هو كذاب وعايزين تعرفوا اخره ايه. الشخص ده ما بيحبش الخير لحد، خدوا بالكم منه واحذروا. الشخص ده منافق وكذاب وبيلعب على كل الاطراف. طيب انتوا الفترة دي هيكون عندكم حسن حظ، والحسن الحظ ده هيكون من عند ربنا، هتكون طاقة، طاقة جديدة هتتوزع عليكم في رجوع لحد او في لم شمل مع حد. الفترة دي اسمتكم مفتوحة قوي، ليه؟ تحسين اي امور عندكم في تفكير، التفكير ده ان انتوا عايزين تنتقموا او عايزين تاخدوا حقكم من حد، حد ظالمكم او حد كاسر بخاطركم. انتوا اعلنتوا
ان انتوا خلاص تمشوا. طيب في سحر، والسحر ده بيتجدد لكم من ناس عندكم في حياتكم، وعشان كده انتوا من وقت للتاني بتحسوا ان انتوا مخنوقين، بتحسوا ان انتوا مش عايزين تكملوا، مش عايزين تشوفوا اي حد، عايزين تمشوا، عايزين تهاجروا، حاجات كتيرة جدا سلبية. فياريت تخلوا بالكم على قد ما تقدروا الفترة دي، لان زي ما قلت لكم اسمتكم مفتوحة ان انتوا تفعلوا حاجات حلوة. في ذكرى، والذكرى دي اخده يعني وقت معاكم كبير، خدوا بالكم منها. يعني هي الذكرى دي دايما بتأثر عليكم في كل حاجة، مخلياكم دايما بالكم مشغول، مخليالكم دايما في حاجات مش عارفين تتخطوها، مش عارفين تعملوا ايه، تفكير كتير جدا. انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم في رحلة، والرحلة دي هتكون خير ليكم، هتكون تعرف على حد جديد، ومجرد ما هتتعرفوا على حد جديد ده هيكون فيه طاقة. انتوا اجمل ما فيكم ان انتوا قلبكم ابيض جدا، قلبكم نظيف، ما بتشيلوش زي الطرف التاني اللي بيشيل ويخزن، ما بتحبوش تشيلوا، بتحبوا تعاتبوا على طول، علشان خاطر بتحسوا ان انتوا لما بتفضل حاجة جواكم انتوا اللي بتتعبوا، بتعاتبوا على طول اول باول، وبتتكلموا بكل الاشكال. الفترة دي انت عندك امور بترجع لورا، انت ماشي فالامور اتقلبت ضدك، يعني انت كنت ماشي مثلا في طريق خير او في طريق تغيير، الامر اتقلب العكس. ده ليه؟ ده بسبب اتنين مقربين منك، الاتنين دول على هيئة بشر وهم تعبين، التعبين دول اكلين شاربين معاك، او بمعنى اصح قريبين منكم، عرفوا اخباركم، واحدة منهم عرفت فعلا تصطادكم صح، والتانية مقربة لسه ماشية ان هي تأذيكم. ان شاء الله بإذن الله بفضل ربنا عليكم هينجيكم وهيخرجكم من الحفرة اللي هم عايزين يوقعوها ليكم. قوتكم خارقة الفترة دي، عندكم حماس غير طبيعي، طموحاتكم بتبنوا عليها كل أحلامكم، بس عندكم خبر متعلق بحد متوفي. الخبر ده ممكن يتفتح ورق قديم، يبقى موضوع ورث عندكم بسبب حد متوفي، الله اعلم، بس في كلام هيوصل لكم الفتره دي، وهتحاولوا بقدر المستطاع تاخدوا حقكم. عايزه اقول لكم ان انتوا خسرتوا حد كان بيحبكم جدا، الحد ده كان روحه فيكم بسبب السحر اللي اتعمل لكم بتاع وقف الحال ليكم، ما بقيتوش شايفين، او كل همكم كنتوا تخرجوا من اي محنه انتوا بتمروا بيها، فانتوا السحر اللي اتعمل لكم هو اللي وقف حالكم. حاليا انتم مضغوطين بوقف الحال اللي عليكم، عندكم وقف حال غير طبيعي، من ورا وقف الحال ده هيجي لكم حد وهيدخل حياتكم الفترة اللي جاية، وهيتعرف عليكم وهتتعرفوا عليه، وهيكون سبب رئيسي ان انتوا تخرجوا واحدة واحدة من الضيق والخنقة اللي انتوا بتمروا بيها. بس علشان تمشوا في الطريق الامان والصح لازم تخرجوا من الطاقة السلبية اللي انتوا بتمروا بيها، وكمان تجددوا من حياتكم وتعملوا حاجات انتوا بتحبوها. ليه؟ علشان طول ما انتوا عندكم طاقة سلبية مفيش حاجة هتحسوا بيها، او مفيش حاجة هتكون صح معاكم. عندكم كمان شوية قلق وشوية توتر عندكم في تفكير او في حاجة معينة شغالين عليها. كمان مش دايما الناس بتقول لكم انتوا عندكم مشكلة، هي ايه؟ ان روحانياتكم عالية جدا، مجرد ما بتشوفوا الشخص اللي قدامكم بتبقوا عارفين ان الشخص قدامكم خاين ولا كذاب ولا منافق ولا بيلعب بيكم، وبتبقوا عارفين مين عايز يستغلكم ومين فعلا بيحبكم من قلبه، بس بتتعاملوا مع الشخص اللي قدامكم مش من مجال ان انتوا عرفتوه، لا، بتتعاملوا معاه ان انتوا ما تعرفوش اي حاجة، وبتفضلوا ساكتين وبتقول انا عايز اشوف اخركم ايه. اذكياء جدا، مفيش حد يعرف يضحك عليكم مهما يتخيلوا، وما كمان ما بتصدقوش اي حد، يعني لو حد جه قال لكم انتوا مش عارف، ما بتصدقوش، انتوا بتسكتوا علشان انتوا بتكونوا واثقين جدا من كل كلامكم من كل خطواتكم. دايما عندكم حكمه، عندكم فن التعامل مع الاخرين اللي قدامكم، وعشان كده دايما بتكونوا ناجحين في حياتكم. بس الاثنين اللي عرفوا يصطادوكم هم اللي كانوا عارفين اسراركم. البعض منكم ممكن يكون عايش في غربه ومستني يوم اللقاء بالأحبة، أو البعض منكم ممكن يكون وسط بشر بس عايش برضو بالغربة وقافل على نفسه ببان، وحابب العزلة أو حابب إن هو يكون لوحده. ده كله ليه؟ ده كله إن أنتوا بتمروا بضربات ورق بعضها، القلب فيه فرحة بتتحضر لك،
واقدر ابشرك بحاجه حلوه جدا، في هديه حد هيحضرها لك الفتره اللي جايه. الهديه دي هتكون كده في قمه الازدهار ليك انت، هتديك طاقه ايجابيه لقدام، هتديك دفعه لقدام. في حد بيحضر لك هديه هتكون في الدرا، مش محدش هيتكلم عليها علشان هتديك طاقه ايجابيه وهتفرحك قوي الفتره اللي جايه. بس انت عندك شبكه اوهام، عندك عصفوره مستنيها تجيب لك خبر متعلق بحد بعيد عنك، او تسمع حاجه تخص حد بعيد عنك الله اعلم. فانت عندك تشابك الفتره اللي جايه. كمان في مكالمه هتجيلك الفتره دي وحد هيطلب منك فلوس، انت مش هترضى تدي او مش هترضى تبين ان انت معاك فلوس. ليه؟ علشان الطمع، دايما الطمع بيجيلك من المقربين اللي عارفين عنك كل حاجه. البعض منكم دخل في اكتر من علاقه وفشل، البعض منكم خطب اتجوز او ارتبط بمعنى اصح، دايما كانت علاقاتكم كلها فاشله بسبب ان انتوا شخصيتكم متحكمه، دمكم حامي جدا، غيرين جدا، بتغيروا على الطرف التاني بسرعه بطريقه رهيبه، والشريك ما بيستحملش ان انتوا، يا هل ترى بيسال، يا هل ترى ده شك ولا غيره، فالشريك مش مستحمل الوضع ده، فبالتالي بيقرر ان هو ينفصل او انتوا تقرروا تنفصلوا علشان ما فيش سمعان كلام ودايما في شد بينكم. فانتوا حاولوا ان انتوا تغيروا من نفسكم وتغيروا من وضعكم الفتره اللي جايه، وتقعدوا مع الشريك وتحاولوا ان انتوا تفهموا الوضع بطريقه بسيطه. ليه؟ علشان خاطر النفور اللي بيحصل من وضع للتاني، دايما في مشاكل، ما فيش رد على، ما فيش رد في التليفون، في مشاكل وفي شوية ضغوط، ودايما بتنفروا من بعض، كل ما خلاص بتلاقوا شوية ضغوط نفسية. بالنسبة للمتجوزين، المتجوزين انتوا في طاقة سلبية، مدخلين نفسكم في طاقة سلبية لوحدكم، الشك عندكم رهيب. حاولوا تهدوا اللعب شوية وحاولوا تستحلوا بالهدوء اللي جاي لكم دي، عندكم طاقة هدوء، طاقة رومانسية وطاقة حب، وان شاء الله بإذن الله هيكون في خبر حلو متعلق بأطفال هتسمعوه، لإما شفاء مريض طفل، لإما هيبقى عندكم خبر حمل باذن الله، او زياده في الامور اللي جايه باذن الله هيكون في تحسن. المنفصلين دايما شايلين هم الدنيا فوق كتفهم، دايما كده عندهم حاله ركود وافكار، وبالهم مشغول بالاطفال اللي بعيد عنهم او بالشريك او بالدنيا كلها. انتوا عندكم تحسين وضع، بس لازم تركزوا على تحقيق الهدف بتاعكم. القراءه بتاعتكم كلها فيها طاقات ايجابيه، الطاقات الايجابيه دي متعلقه ان انتوا بتشتغلوا على نفسكم وبتحاولوا تخرجوا نفسكم من اي ضغوط نفسيه، رغم ان انتوا صبرتوا الفتره دي صبر يتعجب له اهل السماء والارض، رغم ان في فرحه بتتحضر لكم جميله، الفرحه دي حلوه جدا جدا، بس العين القويه اللي صايباكم بترجعكم لورا، فعلشان كده دايما اقول حصنوا نفسكم اول باول. التحصين، انتوا بتخرجوا نفسكم من طاقة سلبية، بتحصنوا نفسكم، بتبعدوا اي اذى علي عنكم، انتوا دايما عندكم حكمة في كلامكم، ودايما الناس بتحب تتكلم معاكم وبتحكي لكم همومها. ليه؟ علشان خاطر ما شاء الله عليكم دايما كاريزمتكم عاليه. في هنا ست، الست دي بتحبكم قوي، الست دي دايما عايزاكم ناجحين، دايما عايزاكم تكونوا حاجه عاليه، بس الست دي مش هقول لكم ان هي بتفكر في نفسها، لا، بس هي عايزه تفرح بيكم، وعشان كده انتم مش معاها في النقطه دي. ممكن تكون هي عايزه تجوزكم حد معين، او الست دي رسمه لكم حاجه معينه، انتوا علشان بتحبوها مش عايزين تزعلوها، بس انتوا طريقكم غير الطريق اللي هم عايزين يختاروا لكم في حياتكم. عندكم ندر، انا دايما اقول ان انتوا عندكم ندر بقدر المستطاع حاولوا توفوا بيه، الندر ده واضح جدا جدا في حياتكم ولسه ما وفيتوش بيه لحد الان، انتوا اصلا ممكن تكونوا ناسيينه ومش فاكرينه، فحاولوا بقدر المستطاع تتفكروا في الندر اللي عليكم وتوفوا بيه وتطلعوا من اي ضغوط نفسية. انتوا دايما الصحة عندكم تعبانة، صحتكم دايما تعبانة بشكل كبير او بشكل مختلف، دايما كده برد، دايما صداع، دايما حيرة، دايما توتر، دايما الصحة في النازل. ليه؟ بسبب ان انتوا بتفكروا كتير، انتوا مش مديين نفسكم الفترة دي الراحة المطلوبة للجسم، بتناموا، معدل نومكم اقل، صحتكم ما بقيتوش تهتموا بيها، ما بقيتوش اصلا تاكلوا اكل صحي، او بمعنى اصح عندكم تفكير رهيب مخليكم ضغوط نفسية ومخليكم انتوا هنا عيونكم بدأت تتعب. طاقتكم الفترة اللي جاية بعد 3 ايام هتسمعوا خبر متعلق بالطاقة بتاعتكم الإيجابية دي، ومن خلالها انتوا هتقضوا وقت ممتع او وقت لطيف مع الشريك او خروجة بره البيت، هتكلموا الصحاب او هتعملوا حاجة جديدة، هيبقى في لمة في العيلة، اي نعم في شوية
ضغط في العيلة او شوية كلام في العيلة، بس الفترة اللي جاية دي هيبقى فيه تجديد في امور، تجديد في كلام، تجديد في حاجة معينة الله اعلم. هتجددوا من نفسكم وهتطلعوا من الكاريزما بتاعة الطاقات اللي حد شاطر جدا ان هو يوزعها عليكم. الطاقة بتاعتكم خلال كام يوم بالظبط هيكون فيها ايجابية، بس اطلعوا من الهم واطلعوا من الامر اللي مضايقكم وخانقكم وعامل لكم عقدة في حاجات انتوا بتفكروا فيها. بلاش دايما تشبكوا الافكار السلبية ببعض، الطاقة الايجابية مفتوحة قدامكم. رقم 5 ده ليه ذكرى حلوة في حياتكم. رقم 10 انتوا دايما بتكونوا من العشرة الاوائل في نجاحكم او في ازدهاركم. 5 ده رقم ليكم انتم مميز يخصكم انتم شخصيا. رقم 10 ده بيخليكم دايما في ازدهار ودايما بتكونوا من العشرة الاوائل في كل حاجة او من الناجحين بمعنى اصح. بس حاليا انتم في مركب قدامكم، المركب ده انتم فيه لوحدكم. المركب ده ممكن يكون تفكير او ممكن يكون طاقة، ممكن يكون انتم بتحبوا البحر، بتحبوا تروحوا البحر الله اعلم. بس في نفس الوقت انتوا عندكم حيرة في قرارين، في حاجة محيراكم مخلياكم مضغوطين حتى في التفكير. تعبكم النفسي ده مأثر عليكم انتوا ومخليكم انتوا حاسين بالوحدة وحاسين ان انتوا لوحدكم، فلازم تجددوا. انتوا مش عارفين تناموا بسبب انه في حد مركز معاكم وحد بيجيب سيرتكم، حد حقود. بس انتوا هنا هتعرفوه، وبمجرد ما هتعرفوه الامور كلها هتتغير. ليه؟ علشان هتكونوا منصورين الفترة اللي جاية. بس تساقط الشعر والوجع اللي في الدماغ ده لازم تعالجوه، ولازم تعرفوا ايه السبب، وتخلوا بالكم من حاجتكم. البعض منكم عنده هدوم مسروقة، البعض منه عنده حاجات تخصه مسروقة، خلوا بالكم من النقطة دي واهتموا بحاجتكم. عندكم دخول لعلاقة جديدة او لحب جديد او لحاجة معينة هي جديدة اول مرة هتدخل حياتكم، وفي نفس الوقت انتوا هتعملوا مقابل، يعني انتوا هيكون عندكم لقاء حلو، هيبقى عندكم ردة فعل جميلة. ليه؟ علشان انتوا عندكم مقابل في حياتكم. انتوا دايما بتبذلوا اقصى مجهود في شغلكم علشان دايما يكون الوضع متحسن ويكون عندكم طاقة ايجابية. في الفعل هيكون عندكم ثقة عالية، وفي نفس الوقت هيكون في ترقية او خطوة جديدة بخصوص شغلكم او بخصوص المال، الدفعة اللي جاية لكم برضو من خلال شغلكم. البعض منكم ممكن يكون مستني حوالة، مستني جزء من المال معين يجيله، عايز هيعمل بيه حاجة او هيجدد بحاجة الله اعلم. بس انتوا هتجددوا في حاجات كتيرة متعلقة بيكم انتوا شخصيا. والبعض منكم لو عنده بعد بينه وما بين الشريك، او عنده فرق سن بينه وما بين الشريك، عنده بلد فرق جنسي الله اعلم، الفرق اللي بينكم وما بين الشريك في البعد ده هيبقى فيه رجوع ليكم او هيبقى فيه طاقه. في ممكن كمان حد هيصالحكم على بعض، لو انتوا عندكم مشاكل في حد هيتدخل وهيصالحكم. بس دايما اقول اهل الشريك عنده واحده، الواحده دي لا اما مرات اخوه لا اما اخته لا اما امه، واحده من الثلاثه دول هي الحقوده وهي اللي جواها غل. الست دي متعلقه باهل الشريك، دايما حطاكم في بالها وبتحقد عليكم في ادق التفاصيل. ليه؟ علشان بتغير منكم. في هنا مشروع خلال يجي 10 ايام ممكن، او 15 يوم او 20 يوم، في الثلاث ارقام دول هيكون في مشروع قدامكم هيتعرض عليكم من حد هيعرض عليكم المشروع ده، او حد هيتكلم معاكم بخصوص المشروع ده الله اعلم. وهيبقى فيه كده تجديد من نفسكم وهينجح جدا المشروع ده. بس اول ما هتدخلوا في المشروع هتحسوا ان انتوا لا انتوا غلطتوا، وهتحسوا بطاقات سلبية وهتسمعوا كلام ممكن يزعلكم. ارموا ده كله على جنب وكملوا، بس تخلوا بالكم من الخسارة اللي في المشروع. دايما تفكروا بالطاقة الإيجابية وتحسبوها من ناحية الخسارة والمكسب، ما تحسبوهاش من طرف واحد أو من طريق واحد بس. ليه؟ علشان زي ما هيكون في مكسب هيكون في خسارة، بس دايما يكون المكسب أكتر من الخسارة، ما يبقاش المعدل زي بعضه أو المعدل الخسارة أكتر. ليه؟ علشان انتوا خسرتوا. دايما ما بتحبوش الشراكة مع حد، ولو حد عرض عليكم شراكة
بتكونوا بتركزوا جدا في النقطة دي، علشان دايما تقول الشراكة ان بتخسر حاجات كتيرة في حياتك. من اللي عنده او انتوا، لا اما انتوا لا اما حد عندكم عنده دخول محكمة في حق ليه او في طاقة ليه، هو حاجة تخصه الله اعلم، بس انتوا عندكم تجديد في المحكمة، والمحكمة دي هيكون الحكم ليكم انتوا او لصالحكم انتوا. انتوا قلقانين قوي بخصوص الحكم ده او قلقانين قوي بخصوص المحكمة، ما تقلقوش خالص، البعض منكم مستنيها بقدر المستطاع، ان شاء الله بإذن الله بفضل ربنا عليكم هتكون من صالحكم وهتطلعوا منها انتوا منتصرين على عدوكم عندكم. والشخص اللي دايما ما بيحكمش بالعدالة او الشخص اللي دايما ده بيساويكم بناس ما بتعملش اللي انتوا بتعملوه، بإذن الله ربنا هيخرجك من المحنة. انتوا بقدر المستطاع عندكم ارض عايزين تبنوها، شقة عايزين تشتروها، في هدف عايزين تعملوه، في هدف حاطينه، والهدف اللي انتوا حاطينه ده هتسمعوا خبر بخصوصه وهتشتغلوا عليه، وانتوا مقررين ان انتوا تطلعوا من الارض اللي انتوا فيها او البيت اللي انتوا فيه وتشوفوا حياتكم بشكل مختلف. في خاتم خطوبة، خاتم الخطوبة ده لإما هيكون ليكم انتوا رجوع، لإما هيكون لكم انتوا صلح، لإما هيكون لكم انتوا قاعدة لطيفة، الله أعلم هو هيكون لكم ايه، بس هيكون عندكم انتوا من خلال الخاتم ده حاجة في الحياة العاطفية. شوفوا انتوا بقى مستنيين ايه في حياتكم العاطفية، انتوا مستنيين تغيير يبقى هيكون عندكم تغيير، مستنيين لقاء مع الشريك هيكون عندكم لقاء مع الشريك، بس ما تجوش على نفسكم، انتوا شاغلين بالكم بحاجات كتيرة جدا، حاجات اكتر من حاجة بتفكروا فيها، وفي حاجة انجاز او في حاجة معينة عايزين توصلوها بقدر المستطاع، رغم ان العين عليكم من حد من دمكم ولحمكم، بس انتوا منتظرين الطاقة اللي هتجيلكم من عند ربنا، وبإذن الله هيكون عندكم تعويض حلو او امور استجد ليكم. انتوا هنا خدتوا ضربة، والضربة دي كانت قوية عليكم، او بمعنى اصح اتوجعتوا او حد اذاكم، عرف فعلا يأذيكم، فانتوا من بعد الصدمة دي او من بعد الضربة دي او من بعد الخذلان اللي جالكم في وقت معين، انتوا اصبحتوا حاجة تانية غير الاول، اصبحتوا اقوى، او بمعنى اصح في حاجة عندكم، حاجة معينة اتغيرت، ما بقتش زي الاول. يعني انتوا لو كنتوا مثلا بتدوا كتير بدأتوا تمسكوا على ايدكم شوية، لو كنتوا حنينين وقلبكم طيب زيادة عن اللزوم بدأتوا توازنوا اكتر، بدأتوا تعقلوا وتحسبوا الوضع اللي انتوا فيه بسبب ان انتوا مضغوطين من الناحيتين، او بمعنى اصح مضغوطين من الطرفين او من الشخصين، فبدأ الحياة عندكم تتغير بشكل مختلف. في علاقة عندكم مع حد من أبراج هوائية، ممكن يكون عندكم علاقة مع حد من أبراج هوائية، في مشاكل بينكم، في ضغوط بينكم، في أمور يعني عراقيل، كل ما بتقولوا خلاص بتحاولوا ان انتوا تلطفوا الدنيا او تكملوا بيحصل شد وجذر ومشاكل. في هم كبير انتوا شايلينه، الهم ده بإذن الله هينزاح خلال فترة معينة برضو، علشان هيكون متعلق بخبر انتوا هتسمعوه هيفرحكم. في كل الأمور اللي انتوا مضايقاكم ومزعلاكم قررتوا ان انتوا ترموها. دايما عندك تقلبات مزاجية، مزاجك اليومين دول متقلب بطريقة رهيبة جدا، ضغوط نفسية في شغلك رغم ان عندك خروج من المحنة اللي انت بتمر بيها، بس عندك كذا ضغط نفسي في شغلك، شغال 24 ساعة او بمعنى اصح طول الوقت مدي الوقت الكافي والزايد اللي عن اللزوم في شغلك، صحتك في النازل، مش مهتم بصحتك، وده خطأ جدا. انت بتشتغل علشان تعافر مش علشان تيجي على صحتك، علشان تبني مستقبلك، صحتك في النازل ودي حاجة خطأ جدا. البعض منكم عمل فحوصات، البعض منكم اشتغل على صحته وبرضو عنده ضغوط نفسية. عندك هنا قعدة حلوة او لم شمل، انت عندك لم شمل مع الشريك او هتصفي حساباتك مع الشريك، انت جاي على الشريك او الشريك جاي عليك، محدش حاسس بحد، ولا انت حاسس بيه ولا هو حاسس بيك، انتوا ليكم المظاهر بينكم وبين بعض، وده طبعا خطأ جدا. حصل عندك سوء اختيار في حاجة، في شخص او في شخصية او في حاجة معينة وزعلته جدا، رميتوا طوبة ناس كتيرة جدا من حياتكم وخرجتوا أفاعي من برضو من حياتكم. ليه؟ بسبب الحقد والغل اللي حصل عندكم في حاجات مضايقاكم أو حاجات بمعنى صح أنتوا مريتوا بيها. الفترة اللي جاية هتكون قاعدة صلح ليكم أو قاعدة مواجهة مع حد، والحد ده أنتوا هتبصوا في عينيه هتعرفوا هو عايز يقول إيه، وفي نفس الوقت هتاخدوا قرار حاسم أو قرار تاني.
من وقت للتاني كلامكم بيكون دبش وكلامكم بيكون شديد جدا او كلامكم بيكون طاقة سلبية، وده خطأ جدا. بلاش تزعلوا نفسكم او بلاش تزعلوا الشخص اللي قدامكم بسبب الكلام اللي انتوا بتقولوه يزعلكم، يزعل الطرف التاني منكم. عندكم صديق، الصديق ده بيحبكم جدا وواقف معاكم في كل الاحوال بتاعتكم، وحتى لو حصل معاكم ايه هتلاقوه واقف معاه وهتلاقوه دايما بيدعمكم ودايما عايزكم تكونوا احسن حد. بس خلوا بالكم من اي امور بتضايقكم. عندك برضو صديق تاني، الصديق ده عدو ليك، ما بيحبش غير نفسه ودايما بيحاول يوقع الاشخاص ما بينه وما بين بعض، فانت بتمر بضيق وخنقه بسبب ان انت حاسس ان حياتك بدات تصفصف وبدات تفوق لنفسك بشكل ايجابي. فما تقلقش خالص، انت هنا كمان عندك طاقه انتظار، الله اعلم انت منتظر ايه، لا اما منتظر مبلغ، لا اما منتظر حد معين، لا اما منتظر طاقه تانيه، الله اعلم. بس انت في طاقه انتظار، متهيألك ان انت عايز تخرج من الوضع اللي انت فيه، بالفعل انت عندك خروجه. في كمان مكالمه بحد اكبر منك في السن مستنيها بقدر المستطاع، المكالمه دي ممكن تكون مكالمه حلوه ليك، طاقه ايجابيه، الله اعلم. بس انت مستني المكالمه دي، اكل شارب نايم كل انتظارك في المكالمه دي. عندك مولود، بسم الله ما شاء الله، المولود ده زي القمر، لان عندكم انتوا عندكم كلام يخص اطفال، لان هيكون في حمله تخص اطفال، لان هيكون في طفل عندكم زي القمر، الله اعلم. بس في طفل عندكم زي القمر، الطفل ده معرض دايما للعين، زي ما بيقولوا بمعنى صح، معرض دايما لاشعه الشمس، فلازم تداروا عليه علشان ما يتعبش، هو دايما معرض للتعب. ليه؟ بسبب الحسد الشديد اللي من المقربين في الجيران عندكم، في الناس اللي هي بتشوف الطفل ده على طول. في هنا كمان خروج من حاجة مسدودة عليكم، او نور من بعد الظلمة اللي انتوا فيه حاليا. كمان في نفس الوقت هتسمعوا حاجة، لاما هتسمعوا موضوع، لاما هتسمعوا خبر، لاما هتجيلكم رسالة، في حاجة متعلقة بالحاجة اللي في دماغكم ومخلياكم مش عارفين تناموا. في خيانة او حد متعدد العلاقات، او انتوا في علاقة تانية، في طرف تاني متعمد ان هو يدخل بيتك علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر يخربه، مش علشان خاطر يشوفك انت محتاج ايه او انت محتاجة ايه. في خلوا بالكم من الاطراف التانية اللي بتدخل علشان تخرب البيوت العمرانة، يعني ممكن تكون شايفاكم كويسين بينك وما بين الشريك او ما بين الطرف التاني، تدخل هي تقلب الموضوع قلبا تاما. فتخلوا بالكم من النقطة دي، انتوا دايما بتقعوا في خطأ، دايما بتوقعوا نفسكم في خطأ، بتوقعوا نفسكم في طريق شك في موضوع مش تبعكم، وفي حد بيدور وراكم بكل الطرق. انتوا ممكن تكونوا فاكرين ان الشخص ده بينام ومرتاح، بالعكس الشخص ده 24 ساعة بيدور وراكم، هو بينام بعينه وبيفتح بعين التانية، ما وراهوش حاجه غير ان هو يكشفكم، يدور في اوراقكم، يدور في تليفونكم، يشوفكم ايه دنيتكم، يشوف بتعملوا ايه. فتخلوا بالكم من النقطه دي، الفتره دي فتره جميله ليكم، مميزه، في اوضاع حلوه، في طاقه ايجابيه، في فرحه، في امور بتتحضر لكم. بس دايما تخلوا بالكم ليه؟ علشان العيون، انتوا من وقت للتاني حاسين انه انت مفيش تواصل مع الناس المقربه، ممكن تكون قاطع ناس كتيره جدا، قاطع اهل، قاطع احبه، ده برضو بسبب الضغوط اللي انت بتمر بيها، انت محدش حاسس بيك، كله جاي عليك والبيبان متقفله. عندك تعبان بيلعب في حياتك، متبدل الالوان، شويه حبيبك وشويه عدوك، شويه عايز مصلحتك وشويه عايز يخرب بيتك. ليه؟ علشان الشخص ده متقلب المزاج، وطول ما هو متقلب المزاج هتلاقي عنده حقد جواه وغيره، فلازم تخلوا بالكم ولازم تبصوا للحاجه اللي هتجدد من نفسكم، والخروج المحنه اللي هتخرجوها دي هتكون امور حلوه. من وقت للتاني بتجيلكم نغزه، دوخه، بتجيلكم كده ضربات قلب سريعه، الوضع اللي انتوا فيه مش عاجبكم بكل الطرق، دايما الهم، دايما الحيره، دايما الضغوط النفسيه، فعشان كده انتوا بتحاولوا تخرجوا من المحنه اللي انتوا فيها. في خير جاي لكم، والخير ده هيتوزع على ارض بيتكم، او بمعنى اصح في فرحه هتعوم على الكل وهتحضروا لها، وهيبقى في طاقه ايجابيه، وهيبقى في زينه حلوه، هيبقى في تغيير حلو، هيبقى في طاقه كده، طاقه حب كده. من وقت للتاني انت بتشتاق لايام زمان، بتشتاق لوقت كنتوا متجمعين فيه كلكم، وقت كده كنتوا لطفة، وقت فيه كان حب، كان كلام حلو، الله اعلم. بس من وقت للتاني بتشتاقوا لوقت معين في حياتكم، فلازم تطلعوا من اي خنقه او اي دقيقه انتوا بتمروا بيها، ولازم تاخدوا نفس عميق، العبوا رياضه، جددوا من نفسكم. انتوا من وقت للتاني بتحسوا بتكتيف،
حد مكتفكم، حد مخليكم مش عارفين تتكلموا، عندكم حسد شديد في البيت، انتوا محسودين في ارض بيتكم، فلازم تحصنوا البيت. في واحدة من الاخوات، الاخوات دي بتحبكم جدا، بس هي عايشة في دوامة، عايشة في توها، حاولوا تطبطبوا عليها، حاولوا تشوفوها عايزة ايه، حاولوا ان انتوا تتكلموا معاها بقدر المستطاع. في حد عندكم هيعمل عملية، او حد هيعمل عملية، الله اعلم، في حد عندكم هيدخل العمليات الفترة اللي جاية، وباذن الله هتكون العملية بسيطة وهيطلعوا احسن من الاول، فما تقلقوش خالص علشان انتوا عندكم قلق رهيب. كمان عندكم حد بيشتكي من خشونة في الجسم، او خشونة في يعني خشونة في الجسم كده، الحد ده تعبان او نفسيته تعبان. يا رب قراءتنا النهارده تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، يا رب قولوا لي التحدي ما بين القراءة الاولى والقراءة الثانية وايه اللي انطبق عليكم.